انا لما اجي اتكلم عن منتخب السنغال هيلعبوا الماتش الجاي، ساعات كل منتخب بيبقى فيه مثلا نقاط قوه ونقاط ضعف. لما اجي اقول على السكواد اللي انا قلته ده بالانديه اللي بيلعبوا فيها بالارقام الكبيره دي، اقدر اقول ان في خط مثلا ممكن نستغل فيه حاجه. اكيد حارس المرمى افضل حارس مرمى في العالم، في يعني وفقا طبعا بزاباستو، وكمان السكواد والتيم والخطوط القويه دي وتشيلسي وليستر سيتي هيبقى الشكل اللي ماشي ازاي، اقدر استغل ايه في مباراه السنغال فنيا يعني. انا شايف ان نقطه ضعف الكبرى في منتخب السنغال هو في المدرب، في اليو سيسي. منتخب السنغال بيلعب مش بيلعب كمنظومه او كوحده واحده مثلا زي منتخب مصر. منتخب السنغال بيعتمد اكتر على الفرديه، فرديه النجوم اللي عنده والمهارات الكبيره اللي عنده، وبالتالي الملعب بيبقى دايما مايل اكتر للاتجاه الفردي. ما تلاقيش ان في جماعيه، ما تلاقيش ان في مثلا لعب جماعي وباصات كتير. لا، الجانب الثاني عندهم برضو صحيح الظهير الايمن مش افضل في مستواه، صحيح بيلعب في البايرن ولكن اللي هو بنصار، ولكن انا بشوفه من يعني من اقل الخطوط في منتخب السنغال. ناحية اليمين ممكن نستغلها بشكل كويس جدا، عبده ديالو مدافع باريس سان جيرمان ولكن مدافع قصير القامه، ممكن ان احنا نلعب عليه ونستغل ان هو دايما يعني في الكرات العاليه مش احسن حاجه. بيبقى عندهم برضو في وسط الملعب الزياده، دايما بيلعبوا بثلاثه ارتكاز، يعني عندهم صبغه دفاعيه اكتر. طب شبهنا ده كده، شبهنا طبعا، وبالتالي هيبقى مرتاحين شويه من الزياده العدديه، او حتى لما حد هيعمل الزياده العدديه مش هيبقى بالكفاءه الهجوميه المطلوبه او المنتظره. ولكن طبعا عندهم جناحين، لا طبعا طيارات. يعني طب اخد كمان راي عطيه في اقدر اقول ان في نقطه ضعف. يعني هو انا اعتقد كيروش دلوقتي بيفكر مش في نقطه الضعف قد ما بيفكر ان هو ازاي يتجنب نقطه القوه الاول. وبالتالي انا اتصور هو دايما دلوقتي شاغل دماغه الحته اللي فيها ساديو ماني والباك شمال السيسي هيلعبها ازاي على الراجل امام عاشور. هو بيفكر طبعا ان امام عاشور هو اللي هيبقى بديل، وامام عاشور يعني طبعا قدم جزء كويس في الماتش اللي اتضايق شارك فيه، ولكن برضو انت في النهايه اسمك اللي هو الظهير الاساسي غايب، يعني هو عمر كمال اللي كان بيعمل الحته دي كويس جدا غايب، فهيبقى عندك مشكله. واعتقد هي دي اللي هيحاول برضو اليو سي ان هو يلعب عليها، وبالتالي تبقى مشكله عندنا. امام عاشور عنده قلب وقوي لا وعنده شخصيه، بيحط دماغه في اي حاجه، فاهم شخصية. يعني شخصيه عمل حاجه، عمل واحده جامده قوي. واول حاجه خالص لقيته اتزحلق كده، قلت انا ايه ده ايه ده ايه ده. وبعدين هو بيلاقي نفسه في واحده بعديها بدماغه كده طلعها جامد جدا. فهو عنده شخصيه ومن اللعيبه اللي بتلعب بروح وقتال بصراحه. يعني منظومه يحسب بصراحه الكروش، رغم الناس كانت بتنتقده وكل ده، ولكن يحسب ان هو عامل منظومه اي حد بيخش يبقى عارف ان هو هيعمل 1 2 3 بيعملها بنفس الكفاءه بتاعه البديل بتاعه. في اعتقاد ان كروش تعرف على شخصيه اللعيبه الحقيقيه لمنتخب مصر والشكل الحقيقي لمنتخب مصر.